السلام عليكم. اليوم راح نشرح السبب اللمع. عندنا السبب اللمع احنا اللازمي هذا البوستيريور اسبيكت، هذا الانتيريور اسبيكت، هذا الانتيريور اسبيكت، هذا السوبريور اسبيكت، هذا الانتيريور اسبيكت. طبعا عندنا هنا السبيسمن هو مفصول، بس هو بالحقيقه لا هو جزء واحد، يعني ما مفصول الى رايت تو ليفت، بس على مود السبيسمن فاصلي. عندنا اللودز اوف سبب اللمع، عندنا هذا اللي لي فوق صاير يسموه الانتيريور لوب اوف سبب اللمع، عندنا اللي جوا صاير يسموه البوستيريور لوب اوف سبب اللمع. شلون نعرف البوستيريور لوب؟ من هذا الجزء اللي يسمونه التونسل. هذا التونسل يأشر لنا البوستيريور لوب اللي هو الصاير اللي جوا. شنو اللي يفصل بين الانتيريور لوب والبوستيريور لوب؟ هذا الانتيريور لوب وهذا البوستيريور لوب، يفصل بيناتهم فيشر، هذا يسمونه الهوريزونتال فيشر. طبعا البلد سبلاي بالسبب اللام من ال منين؟ البلد سبلاي للسبب اللام منين؟ الانفيريور سبب اللام ارتري. اشرح لي عادي. هذا الانفيريور سبب اللام ارتري وهذا كله انستموسز. عندنا شنو بعد؟ هذا التشو الفاصل بين هذا الجزء وهذا الجزء، عندنا هذا التشو، طبعا هذا متصل وهذا هنا ماكو في شر بالحقيقه، بس على مود السبيسمن قلنا هذا التشو هذا كله يسمونه الفيرمز. عندنا السوبريور فيرمز والانفيريور، هنا يصير الانفيريور فيرمز، هذا السوبريور فيرمز ويا السوبريور اسبيكت، والانفيريور انفيريور فيرمز هذا بالسوبريور بالانفيريور اسبيكت انفيريور فيرمز. اوكي.